مساء الخير يا شباب، اخباركم ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض ايس كراميل ماكياتو. يلا، اول حاجه نعملها هي الطبق اهو، نحط سيرب الكراميل تاني. اوكي، نشيل بس كمية مكان القهوة. ممكن احط صوص بقى كراميل هنا من الكلام، بعمل تساوي بس هنا كده، وممكن ازود لبن تاني. فكرة الكراميل ماكياتو، في ناس بتعمله بفليفر فانيليا، في ناس بتعمله سواء المفروض يعني بفليفر كراميل وصوص كراميل. هي دي فكرة الكراميل ماكياتو، زي الايس لاتيه العادي جدا بس يبقى عليه صوص وفليفر كراميل.